السلام الله عليكم. integration by parts. عنا الفورمولا integration of u dv equals u times v minus v times du. السؤال رقم 24. integration of x tan inverse of x. وأقول ما قلته سابقا عندما يكون عندي polynomial مثل x هون مع sin inverse secant inverse tan inverse, فإن هذه هي u وما تبقى هو بطبيعة الحال dv. الآن u equals tan inverse dx مع x هي dv. نبدأ بالحل. u equals tan inverse of x, derivative of u هي du. The derivative of tan inverse here 1 over 1 plus x squared. وهذا طبعا من مفاهيم calculus 1, ولا ننسى هون انه في dx dv تساوي x dx, ونجري integration للطرفين. v equals integration of x هي x squared, ومقلوب هذا الباور الناتج هو 1 over 2. ثم نضرب بهذا الشكل u في v ناقص integration of v مضروبة في du, ونطلق على هذا الانتجريشن اي كي لا نكتبه مرة اخرى. اي equals يو في في, نكتب البولينوميال بالاول 1 over x squared, بعدين الانفرس trigonometric function tan inverse of x minus integration of v مضروبة في du. v مضروبة في كامل هذا المقدار. عندما نضرب x squared half x squared مع 1 plus 2 plus x squared, يصبح ناتج الضرب كما هو آتي 1 over 2, وهون عندي x squared over 1 plus x squared dx. وبطبيعة الحال إذا فكرنا شوي في إجراء هذا الانتجريشن, يوجد لدينا أكثر من خطوة, وليس تكاملا أو ليس انتجريشن مباشر, وإنما يحتاج إلى قليل من الجهد. راح أطلق على هذا الانتجريشن M, وبفضل أني أخذ الـ 1 over 2 من هون وأكتبها خارج الانتجريشن, وهذا طبعا يجوز. So M هي integration of x squared 1 plus x squared dx. وكما نعلم فإن هذا الراشنال فانكشن x squared over 1 plus x squared أو x squared plus 1 هو improper fraction or improper rational function. والسبب في ذلك هو أن هذا البولينوميال من الدرجة الثانية وهذا البولينوميال من الدرجة الثانية. عندما تكون درجة البسط تساوي أو أكبر من درجة المقام, فإن الحل يكون بداية في إجراء long division أو ما يسمى بالقسمة الطويلة.
راح نقسم x سكوير التي في البسط على x سكوير بلس 1 التي في المقام. وأسلوب القسم الطويل كما هو آتي: x سكوير divided by x سكوير 1، ثم نضرب 1 times x سكوير هي x سكوير، 1 times 1 هي بلس 1، ثم نطرح عنا x سكوير ماينس x سكوير تختفي عنا هون باعتبار 0 ماينس 1 ماينس 1 هي الريميندر. الآن m أصبح، يا ترى كم ناتج قسمة هذا الاقتران x سكوير على 1 بلس x سكوير أو x سكوير بلس 1 نفس الشيء؟ ناتج القسمة هو 1، والباقي هو ماينس 1 over same denominator، يعني over 1 plus x squared dx. يا أصدقائي، m الآن equals integration of 1 هو x، و integration of 1 over 1 plus x squared هو tan inverse of x. هذا الجزء الانتجريشن له هو tan inverse من x of x. وأكرر قائلا بأن هذا من مفاهيم calculus 1. الآن minus tan inverse of x plus c. الآن كما نرى أوجدنا m، هذه هي الجزئية، هي قيمة هذا الانتجرال. سنعوض هذه في i، وهي الخطوة الأخيرة لحل هذه المسألة. i equals عندنا 1 over 2 x squared tan inverse of x minus، تذكروا انه في هون عندي 1 over 2 انا اخرجتها من الاساس خارج التكامل، 1 over 2 cos، ثم نكتب m. m هي قيمة m، هي هذا الناتج او هذا التكامل، هذا المقدار هي x minus tan inverse of x plus c. وهنا سأتحدث قليلا عن c. ربما يسأل سائل ليش c كانت بر الأقواس؟ أقول لو كانت بر الأقواس أو داخل الأقواس أو مضروبة بالماينس 1 over 2 أو غير مضروبة، قيمة c لا تتأثر، هي محفوظة. بإمكانك أن تبقي الحل كما هو، وبإمكانك توزيع 1 over 2 على هذا القوس. الحل يعتبر هنا منتهي، ولكن الخطوة القادمة هي خطوة اختيارية. بإمكانك أن تبقي الحل بهذا الشكل وهو مقبول وصحيح، لكن إن شئت، لمن يحب أن يكون الحل أبسط، 1 over 2 x squared tan inverse of x minus 1 over 2 times x minus times minus plus 1 over 2 tan inverse of x plus c. أحبتي، انتهى حل هذا السؤال. ولا تنسوا دعمنا على هذه القناة حتى نستمر في العطاء. شكرا لكم.